بداية، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون ثريا مولوجي يوم أمس عن افتتاح الصالون العربي للكتاب بقصر الثقافة مفدي زكريا، وجاء هذا الصالون تزامنا مع الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية ومع القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر. وسيضم هذا الصالون عدة دول عربية منها لبنان، تونس، مصر والسعودية. هذا وستقام فيه جلسات أدبية وورشات ومحاضرات بدافع النهوض بفكر الأدب العربي، وذلك إلى غاية 4 نوفمبر القادم. المزيد في ميكروفون أيوب أحمد شوش. اليوم وفي إطار الاحتفاء بذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية التي تتزامن هذه السنة مع حدث عربي هام هو انعقاد القمة العربية بالجزائر، ننظم وفي أولى التظاهرات التي برمجتها وسطرتها وزارة الثقافة والفنون في هذا السياق بالصالون العربي للكتاب. هذا الصالون الذي يجمع اليوم أكثر من 81 دور نشر، منها 19 دور نشر عربية يعني لها تمثيلية عربية في الجزائر، إضافة إلى مجموعة من الباحثين والأساتذة من دول عربية مختلفة ستكون حاضرة معنا لتشارك في مختلف الفعاليات من ندوات ورشات وحتى عكاظيات للشعر. بطبيعة الحال احنا نسعى إلى الارتقاء بالسياسة الوطنية للكتاب من خلال إطلاق ورشات تفكيرية حول الموضوع أواخر شهر نوفمبر إن شاء الله. مهما يكون بأن المعارض تعمل الثقافة، تعمل من أجل الثقافة، تعمل من أجل المثقفة لاطلاع الكتاب الآخر، تعمل من أجل ما يسمى بالقوة الناعمة، تعمل يعني من القوى الناعمه مرتبطه بالثقافه. الان تخدم اللغه العربيه شيء طبيعي جدا، خذ مثلا معظم المعروضات في هذا الصالون العربي للكتاب هي باللغه العربيه. نعرفوهم لانه احنا نروح ايضا الى المعارض العربيه وهم يجيو لعندنا، فعادي جدا يعني احنا رانا نعاودوا نتلاقاو مره اخرى ونشوفوا هما واش عندهم جديد، ويطلعوا هما ايضا على واش كاين عندنا احنا ايضا جديد في الاصدارات الجزائريه، لانه سنه كامله ما تتلاقاش مع زملاء من دور نشر أجنبية أو عربية، فلما يكون اللقاء أكيد رح يكون فيه فوائد أهمها التعرف على الإصدارات في هذه السنة.